العمل الأساسي الذي نقوم به اليوم هو حفظ المعاشات التقاعدية واستدامتها لصالح المواطنين. وكان في هناك عمل كبير تم في السنة ونص الماضية على هذا الموضوع، وأشكر لجنة الخدمات وكل النواب اللي شاركوا في هذا العمل، وكان في عمل كبير تم من قبل عدد كبير من النواب لإثراء النقاط اللي تم نقاشها بهذا السبب. فإذا نرجع إلى عام 2020 كان هناك عدد من التوصيات من الخبير الاكتواري، وكان في من مجلس إدارة الصندوق. مجلس إدارة الصندوق رفع 10 توصيات، عدد منها طارئة وعدد منها مستعجلة، هدفها حفظ المعاشات التقاعدية للمواطنين. وبناء على هذه التوصيات كان في عدد من الأمور الطارئة اللي تم العمل عليها بشكل أسرع، وعدد من الأمور المستعجلة اللي تم إرسالها للتنقيح والبلورة والدراسة مع مجلسكم الموقر. وانتهينا على عدد من التوصيات الذي نفسها تم تعديلها وصياغتها إلى قوانين. وهذا عمل أخذ فترة طويلة، لأن الهدف منه كان الوصول إلى معادلة أولاً تحفظ المعاش التقاعدي للمواطنين، وثانياً تمد عمر الصناديق التقاعدية، وثالثاً تكون عمل يشرك الآراء ويأخذ الآراء من الجميع في المجلس ويدخلها بطريقة واضحة وشفافة، ونرجع إلى التقاعد لكي يدرسونها بطريقة عشان نوصل إلى المعادلة الصحيحة. فكان في عمل كبير تم في هذه الفترة، والهدف الأول هو كان أن نحفظ كل نحفظ المعاشات ونحفظ الحقوق للمواطنين. واليوم اللي موجود أمام مجلسكم اليوم عدد من التشريعات، وبإذن الله مع هذه التشريعات هي تكون خطوة أولى. ولا ننسى أن العدد اللي وصلنا له من التوصيات كان لمد عمر الصناديق إلى فترة أطول، لفعلا نبني استدامة في الصناديق. لأن اليوم أهم شيء أن لما بدينا هذا العمل كان العمر الافتراضي للصناديق يوصل إلى عام 2024، ومع هذه التشريعات اللي أمام مجلسكم اليوم يوصل العمر الافتراضي للصناديق إلى عام 2035. فهذه خطوة إيجابية أولى مع حفظ المعاشات للمواطنين، ومع إرجاع بعض الأمور الإيجابية في القانون.